اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى هذا العدد الجديد من ديما سبور مواضيع عديده ومتنوعه نطرقولها ان شاء الله في حصتنا الليله البدايه باش تكون مع المباراه المتاخره بين ترجي التونسي مستقبل قابس باش ايضا عن الازمه في مستقبل قابس الاسباب والحلول المطروحه أزمة النادي البنزرتي أيضا بوادر الانفراج في الأزمة مباراة الودية مباراة منتخب الوطن التونسي ضد المنتخب المصري والمباراة الودية بالمنتخب الأولمبي التونسي أيضا والمنتخب المصري النادي الأفريقي إلى أين ومواضيع عديدة أخرى ترقل في حصتنا صحبة ضيوفنا صادق حبيش مرحبا مرحبا بك دالي ومرحبا بكامل الحضور ومرحبا بمشاهدين ومشاهدات الوطنيه الاولى انس العياري مرحبا بك مرحبا محمد علي بالحضور والساده المشاهدين كل. انس بمي مرحبا مرحبا بك دالي ومرحبا بالحاضرين الضيوف وبكل المتابعين عارف بالوسلاتي مرحبا بك <applause> مرحبا بك محمد علي ومرحبا بكل الساده المشاهدين عبد السلام السعداني رئيس النادي البنزرتي مرحبا بك مرحبا بك محمد علي وبكيف الحضور وبكيف المتفرجين الوطنيه <applause> غسان المرزوقي رئيس مستقبل جيمس مرحبا بك مرحبا بك ومرحبا بجميع الحضور والمشاهدين البدايه كما قلت بالمباراه المتاخره ما بين الترجي التونسي ومستقبل جيمس مع امير زيتون في خمسة أيام فقط بعد تتويجه بالتشامبيونز ليج الإفريقي الترجي الرياضي يستقبل اليوم مستقبل جيبس في رادس في لقاء متأخر لحساب الجولة الخامسة للبطولة معين الشعبين يدخل اللقاء بتشكيلة عارفة تسعة تغييرات كاملة مقارنة بلقاء نهائي الأبطال غيابات بالجملة والأسباب متعددة فما بيان سور في في ليكيب ناسيونال أ آه ولا أولمبيك وكيف كيف فما لاعبين اللي, اللي عندهم آه بعد فينا فما فما كلك بليسور اليوم ما حبناش نجازفوا بهم باش يرتاحوا ونعطيو طون من للملاعبين الاخرين بيان سور لازمنا نستحقوا اللي في الكل والناس الكل موجوده اليوم باش باش تعطي كل ما عندها في الجهه المقابله مستقبل جيبس اللي يعيش في وضعيه صعبه اسفل الترتيب خلى اللقاء تحت قياده مدرب جديد قيس الزويغي معاوض السلمي المستقيل على راس الاطار الفني للزليزه طبعاً نحب التحدي صح والكره اذا كان واحد يخاف من الكره يمشي يشد الدار يقعد ما يخدمش والمدرب مالوريزمون 90% من المدربين جاهم فرصه في في سيتياسيون كيف كان الفريق ماشي اموره مريقله ما نخدموش احنا معناها المدرب ما يتغيرش لقاء للاسف عرف حضور جماهيري ضعيف رغم الاسبوع الاحتفالي اللي يعيشه الترجي على اثر التتويج الافريقي حاولت بجي نهار الجمعة ما خلتش على طيران هالأربعة نهار الخميس جيت الماتش جابس حتى كي ما خلتش على الفينال كونتر الاهلي تمام من الخميس وجمعة وسبت وحد نضيع في الطيارة سبحان الله مكتب لي كان نهار الاثنين أو أمس يعني والحمد لله أنا وسط أخواتي وعيلتي وإن شاء الله دايما ترجية دولة وبالروح والدم والعالم الله مقابل عرف التراجي يتحكم في مجرياتها منذ البداية رغم أنه أول فرصة كانت من نصيب الزليزة بعد مخالفة من عبد العزيز القرشي مرة تقريبا من القايم التراجي ضغط بعد على منافسه وركز عملياته على الأطراف تواغل أول رجابي تمهيد والبوسليمي الدخل ثم تمريره ممتازه من انيس البدري في اتجاه المباركي وجبالي كان اسبق من ظهير التراجي نلعبوا في دقيقه 21 مخالفه لزملاء الذوادي بالعربي مهد وادم مرجبي بتسديده ارضيه قويه يغالط جبالي وهدف افتتاحي ممتاز للاحمر والاصفر رجابي كان تقريبا وراء جميع عمليات فريقه في الشوط الاول يوزع الكوم الكاميروني مهد البرمضان تسديدته ما كانتش بعيدة على مرمى زليزا مستقبل جيمس الغاب هجوميا تلت نص ساعة كاملة كان قريب من التعديل لكن زهير عطية ما يستغلش هفوة من دفاع الأحمر والأصفر في مكان مناسب يسدد فوق المرمى مرة أخرى زوايا عطية يستقبل تمريرة خاطئة من وسط ميدان الترجي يتوغل ويسدد لكن كورتو سالة في دين الجريبي دي. الترجي يرجع للهجوم بعد زوز محاولات لزليزة و قبل نهاية الشوط البدري ضاعف انتيجة بالرأس بعد توزيع من مباركي وهدف يتحمل فيه زياد جبيلي مسؤولية كبيرة 54 دقيقة أولى تنتهي بتقدم 2-0 للأحمر والأصفر وشوط ثاني يبدأ بتغيير حارس المرمى بالنسبة لمستقبل جيبس عبد القادر شوية ياخذ مكان جبيلي مش منتبع يعني نحمل مسؤولية الملاعب بالعكس زياد جبيلي عنده يصبه في سبعة ومن وصل الأسبوع آه، الاطار الطبي معناها شاف اللي نجم يلعب لعب مالوريزمون في وسط الماتش حس بشويه اوجاع وطلب شونجمون خرجناه شوت كان ممل الحقيقه خاصه وانه تراجع رف وقت المقابله منذ الخمسه دقائق الاولى بامضائه للهدف الثالث اللي جاء على اثر ركنيه رجاي يوزع البدري بالراس عبد القادر شويه يتصدى والذوادي في المتابعه يحط كره في الشبكه هدف خرج بعده معين الشعباني ينيس البدري واقحم الخنيسي قبل ما يقحم امان الله الكود ما كان رجابي في اول ظهور رسمي ليه مع اكبر التراجي نجم تقول احسن احساس نجم تحس في حياتك الكل ان شاء الله تكون بدايه كارير باهيه وان شاء الله ربي يعاوننا التراجي حاول يجري بقيه الشوط ونجح في ذلك خاصة في غياب ردة فعل الضيوف اللي كانت محاولاتهم دون خطورة على مرمى الجريدي. وممكن الفرصة الوحيدة اللي تستحق الذكر في هالشوط هي كرة المجري في دقيقة 89 بعد توغل ممتاز منكم مهاجم التراجي تزديده كانت في الشباك الصغيرة لتنتهي المقابلة بانتصار مهم للتراجي بثلاثية نظيفة بتشكيلته الاحتياطية أمام منافس ما زال تنتظر برشا خدمة للخروج من وضعيته الصعبة خاصة بعد المردود الضعيف اللي وراه اليوم في رادس طبيعي الفريق يمر بفترة صعبة الناس كل تعرف الفريق ناقص بدايه تحضيرات المخر مش كيما المواسم اللي فاتوا فما نقص على سعيد الرشيد معناها الرصيد البشري خاصه من ناحيه الكاليتي معناها كاليتي جوار خاصه في الهجوم انا عندي ثلاثة ايام نخدم ماهوش حاضر هذا ما كاو ما نجموا نبدلوا حتى شيء توا لازم شويه وقت لازمنا لازم شويه وقت باش نجمو نبدلوا حاجه الحمد لله معناها نجحنا في في اللي في اللي, اللي, اللي خططنا له وان شاء الله هذوما تو تروا بوان لازمنا خسرنا خسرنا برشا برشا بوانيت في الشامبيون لازمنا نسترجعوا لي بوان دوما احد درب احد دونك لازمكم دور لي فيكتيف باش تكون الناس كل حاضره معناها ان شاء الله الكوب دي موند نخلطوا كلنا الكل نحن في صحه جيده خاطر ما تنجمش ما تنجمش توصل الكوب دي موند ونلعب متاعك لي كادر اللي لعبوا برشا في خاصه في الشامبيونز ليغ اللي كان مرهق مرهق جدا ان شاء الله نخلطوا معناها اونجير باش نجموا نخلطوا الكوب دي موند ملاعبيتنا الكل حاضرين ان شاء الله عندنا معاك نيس انتصار مهم برشا للترجي مستقبل جيبس خاصة وانتصار يجي بعد ايامات من تتويج الترجي بكأس ربطة الأبطال الإفريقية صعيب باش تخلي الملاعبيه مركزين على مباريات البطولة. ونبداو محمد علي تعرف اللي اليوم الترجي رادي تونسي شامبيون دافريك سي صعيبة برشا أنه الملاعب يتعرف ليفوريك نتاع الربح ويكون شامبيون بعد باش تعاود ترجع قلت سقيف القاعة سي فريمون يعني الخدمه كبيره للستاف تكنيك يلزمك تحاول سو لو تخلي الملاعبيه يسقيهم في القاعة يعني باش ينجموا يرجعوا للبطوله باش يرجعوا الترجي اليوم بخمسه غيابات هذول ثلاثه في الدفاع واحد في الوسط والبلايلي في الهجوم لكن الترجي هذا ما لقاش عذر باش ما يعملش المباراه نتاعو بوم يعملها بون ما عملش المباراه الكبيره لكن ليسونسيل تروا بوان بالنسبه لي المباراه ككل هذول اللي كي تجي تشوف مستقبل جابس اليوم جاي يلعب اربعه بلات معناتها يعني يلعب اربعه في الدفاع اليوم الشاوش والمازني وال المسلمي والجيش يا ذوما فيكس ما مريناهمش حتى من الناحيه الهجوميه لعب أربعة اثنين ثلاثة واحد الترجي هذه تونسي ذول اللي نتاعو بيه الترجي هذه تونسي ما عملش جيش ما عملش ما ما عملش ما عطاش الفرصه للمستقبل جيبس مستقبل جيبس هذيك هي الامكانيات نتاعو تعرف الفريق يعني اون دوت سور بلو مونتال صعيب برشا ماشي حكايه تكنيك خاطر كي تجي كي تجي تشوف الجروب تاع المستقبل جيبس اليوم يذول الملاعبيه لا كاليتي كي تشوف الريكروتمون تاع الميزني تشوف الملاعبيه كل كي تخوم ان بارا محمد علي ملاعبيه عندهم معناتها الامكانيات الفنيه وعندهم من الزيد يعني الفنيين مام يعمل ماتشات كبار في البطوله نتاعنا لكن تعرف سور بلون مونتال فريق مستقبل جيبسي يعاني ظهر ازمه يعني نتاع نتاع ازمه خانقه ازمه, أزمة من ناحيه من ناحيه المعنويه لهنا عمل كبير ممكن يستنى في قيس الزويغ نرجع لك المباراه مباراه ذول اليوم رينا مستقبل جيبس ما عندوش الاليات الهجوميه باش ينجم يبغي الترجي دي تونسي واليوم ثلاثة أهداف نحكيو عليهم تاع مباراة اليوم كانت ماركات الفرصة متاع زهير عطية كانت تنجم تكون مباراة أخرى يذولي تشوف تاتا تاع تاع تغير عديد المجريات لكن التراجي هو المستفيد في المباراه هذيا تعرف يلعب بغيابات لي موجودين لكن آ... حتى حتى مستقبل جابس عنده ايضا غيابات المتع... يعني يسلم لاعبيه الموريتاني اكيد ثم غيابات نتاع 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 المنتخب الموريتاني السوداني ومولاي اللي موجودين زاد كيف كيف ثم لاعب اخر يترونجي يذولي مازال ما واش لكن آ... مستقبل جابس تعرف كل قلو... يلزمنا نكون معناتها للامانه يعني فريق كامل تغير الانتدابات تاع الموسم هذا زاد انتدابات من من الحجم الثقيل لكن تعرف محمد عليزم شويه وقت الترجي الرياضي التونسي اليوم مستفيد والحاجه البي في الترجي الرياضي التونسي اليوم انه انه قاعد يقحم في في المجموعه الكل قاعد يشارك في المجموعه الكل علاش على خاطر عنده استحقاق اللي هي كاس العالم الانديه يحب يخلط الملاعبيه كل في نيفو في المستوى البدني الناس كل كيف كيف يظهر لي معين شعبيني قاعد قاعد يبرهن قاعد ياكد ما باش نحكيوا عليه ردو يعني يعني هو البيكن باور نتاع الكره لكن بالحق تحس اونترنور قاعد يجتهد بالامكانيات اللي عنده قاعد يتواصل مع والملعبية قاعدين يفهموا فيه وتعرف اليوم راهو مع النجم ونحكيوا خاصه الكوميونيكاسيون مهمه بالنسبه للمدرب والملعبية كي يبدا المدرب قريب للملاعبيه نتاعو نتصور كل شيء يمشي وهذا اللي قاعد يصير في التراجي برافو للترجي خاصه من ناحيه البدنيه بعد السيكل نتاع الماتشات هذوما الترجي قاعد يلقي روحه عمل كبير صبري ابو عزيز المعدل البدني نتاع التراجي زمن أنه به ونعطيه حقه خاطر الخدمه ماهيش فنيه بركة زيد من ناحيه البدنيه التاش نتاع ابو عزيز أه تكمل التاش تاع معين ومعين يكمل بو عزيز الور العمل الجماعي في الترجي الرياضي التونسي قاعد يعطي في الاكل نتاعه ثلاث نقاط مهمين لكن اللي ينتظر في الترجي سيكل نتاع ماتشويت نتصور بشي يلقى اشكاليه من ناحيه البدنيه صادق دون عناء يذكر الترجي الرياضي التونسي في مباراه اليوم والله يرينا اليوم اللي كونه الترجي رياضي التونسي عنده زاد بشري متنوع من حيث الكم والكيف الحقيقه الفريق اللي ينجم يرتح تسعه لاعبين اساسيين مع كي نقارنوا مع نهائي ربي الابطال وينجم يربح خلينا نقولوا مش بسهوله خاطر الحقيقه حتى في الروبورتاج لاحظت اللي كونه مستقبل جيبس معناها كان عنده الفرصه المره الاولى والمره الثانيه في الواحد بلاش وفي اثنين بلاش باش يرجع باش يحل المباراه باش يخلي المباراه حيه نقولوا احنا لكن مالوريزمون فما شويه مال ادريس زاد فما شويه بريسيبيتاسيون تعرف كي يبدا فريق يعيش في ازمه حتى تكنيكمون اللاعبين اليوم مكبلين شويه محمد علي لكن ترجي اليوم الى جيري سون ماتش معناها اون فري باترون ماركا سور بالاريتي peut-être الهدف الثاني شويه يتحمل فيه الحارس مسؤوليه لكن ما نساوش من بعد اللي كونه فريق ترجي التونسي اليوم اهم حاجه عنده هو عدم فقدان التركيز عنده لاعبين مشاو مع المنتخب ركائز اساسيه كيما شعلالي كيما بن محمد وكيما الحارس بن لكن هذا ما خلاش معناه ترجي يتقلق بلوز موا مع لاعبين منتخب اولمبي لكن اليوم السؤال اللي يطرح هل انه عادي تصير مباراة وكونه فما فريق معناها وطني اي وفما فريق اولمبي يلعبوا كما كان يحكي فكري بكري انيس معناها كان ترجي ما يتقلقش من خروج خمسه وسته لاعبين ما بين فريق الاي آه معناها تونس وتزاير والاولمبي فانه مستقبل نصور ثلاثه لاعبين مش يقلقوه معناها خاطر ما عندوش نفس نفس, نفس الكم اللي نقوله والكيف معناها دكتور اللي كان ينجم يتقلق هو الترجي التونسي بما انه تعرف برشا ملاعبيه يعني لا عنده تراجي دوبلي نعرف حبيت نقولك لك تراجي دي دوبلي وعنده دي, دي, دي بوست فيهم تريبل مستقبل جيبس خروج الواحد بدمه كما نقولوا معناها مستقبل جيبس الحقيقه ما امنش برشا معناها بامكانياته كان قادر باش يعمل ما خير في الفرستين اللي جاو زهير عطيه اليوم تراجي جير ترونكيلمون ترجي اليوم راه ما نساوش باربع لاعبين ذوي صبغه هجوميه ورا المهاجم اول مره راو الترجي بلاعب ارتكاز وحيد اللي هو كوم براتيكمون وحتى كوم جودو كان يزيد معناه الترجي كان ناوي وعاقد العزم بشق المباراه من دقايق الاولى كان واحد أربعة 4 1 4 1 اليوم ريناه وكان براتيكمون معناه في طريق مفتوح لكن مستقبل جيبس اللي أثنين عليه ضد الملعب الجيبسي وضد معناه المباراه بتاع الجوله الخامسه اللي تعديت كل ما معناه الفريق تدهور ازوبون فما شويه ريجلاج وكما تعرف يبدو سوارد مش ماشي الامور معناها ما تبعش باهي <applause> <applause> مبروك للترجي هذا التونسي صاروا في المباراه هذه وجاي مش نحكيو على مستقبل جيبس والوضعيه في مستقبل جيبس ما تفرجوا في التحقيق هذا مع اسلام بن صالح وضعيه مستقبل جيبس بداية مشوار البطولة ما تخليش مستقبل جيبس كما يلزم إذا عرفنا وأنه في سبعة جولات ما حقق كان انتصار وحيد تعادل وخمس هزي المستقبل يعيش أزمة نتيج وإهدار للنقاط خاصة على أرضية ميدانو بما أنه من أربع مواجهات ما حقق كان نقطة وحيدة من جملة 12 نقطة وفي ثلاثة تنقلات لا يجي ما يعرفش تعمل انتصار صحيح خسرنا ماتشوات كنا نجم نربحو لكن في راينا نحن وحكينا مع بعضنا كي جينا معناتها الاختام الاول نجموا نصلحوها دونك قاعدين نخدموا لماكسيموم باش نصلحو وان شاء الله نخرجوا من الوضعيه هذه في اقرب وقت ان شاء الله. الظروف معهم اثنين مليح وديجا حتى البارتيات وكل شيء معناها ما برسك جاونا مع المنافسين المباشرين بتاعنا لبرا ومع كيما نقولوا جمعيات ممكن اقوى منا في النيفو شويه معناها في بلادنا وكل شيء. مي نحاولوا معناها باش ان شاء الله من هنا الماتشات الجايين مشاكل الفريق حطت بظلالها على مستوى التدريب الشيء اللي خلى المستقبل يستعين ثلاث مدربين في سبعه جولات فقط في بعض حاتم الميساوي ولطفي السليمي قيس الزواغي هو المدرب الجديد للفريق توسي قيس الزواغي روح جديده مع 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 الملاعبيه ومع الناس كل نورمالمون توا باش تلتف حول الفريق نحاولوا معناتها نرجعوا للسكه الصحيحه ونحاولوا نجيبوا النقاط اكثر ما يمكن دي سي مرحله معناتها نهايه مرحله الذهاب ان شاء الله نلقى الحلول يعني نحاول نخرج الفريق من المرحله هذه عندنا ديسمبر جاي ان شاء الله اذا كان لازم باش ندعموا الفريق ندعموه وكا صعيبه مهمه لكن مش مستحيله مازال العام طويل مازال فيهم برشا مقابلات وان شاء الله نخرجوا من السيتيوسيون اللي احنا فيها وكي اغلب الفرق في بطولتنا مستقبل جيب يعيش في ضيقه ماليه قد تكون احد اسباب تردي وضعيه المستقبل في هالموسم مستقبل الرياضي بيجاس منذ بداية الموسم تعاني من أزمة مالية هي من أهم الأسباب اللي خلت النتائج يعني متداوره خاصة أن اللاعبين قاموا بإضرابات بإضراب تقريبا حول مستحقاتهم المالية إن شاء الله الظروف المالية بدات تتحسن نتائج هزيلة للاي جي ومرتبة قبل الأخيرة بأربع نقاط فهل يقدر المستقبل على تحسين وضعيته وهل باش تكون استفاقته سريعة؟ الله يا غسان خلينا معك سيقبل <applause> كل شيء حتمت الرقم القياسي في التهديد بالاستقاله صراحه في كل مره في كل ازمه غسان المرزوق تهدد بالاستقاله حتى في بعض من الاحيان وليت ناس ما عادش تاخذها ماخذ الجد يعرفوا غسان باش يهدد بالاستقاله وبعد باش تراجع هي الاستقاله الاولى ليه هددت <الـ والاستقالة> با مرات بالاستقاله الاستقاله الاولى اربع سنين اني رئيس معناها كي تحسبها معناها الاستقالات كل قداش هددت فيهم مره بالاستقاله خمسه ولا سته ولا سبع مرات لكن فما فرق فما فرق شوف شوف حب ولا نكره اليوم الرؤساء كلك سوا رئيس مستقبل جابس رئيس الملعب الجابسي رئيس بن لكن هددوا بالاستقالات راو فما ظروف معينه والا في وضعيات ساعات الصوت نتاعك ما يوصلش تولي تتلز انك تهدد بالاستقاله وانك مع تتصرف التصرفات هذه اللي لربما لعل سلطة اشراف او المستشفى إيه وموكي تكتر او كي تكثر زاد غسان في كل مره تهدد بالاستقاله ما عادش شيء ما اخذ الجد يقول لك غسان هددوا يهدد وبعد هو راه براتيكمون عاود نعاود ونقول لك راه الرؤساء كوليك في سيزون كل رئيس مرتين ثلاثه يهدد بالاستقاله راهو كي نعالجوا الوضع ما نعالجوش بامور شخصيه معناها غسان المرزوقي ولا رئيس جمعيه اذا نعالجوا الظروف الخايبه اللي تمر بها الجمعيات شنو هي الظروف الخايبه اللي, اللي تمر بها الرؤساء برأيك مهم باش نحكي توا على مستقبل جابس خاطر تو حاليا نمثل مستقبل جابس لكن المشاكل هذه راه منها الجمعيات نتاع تونس كل اللي خلينا في مستقبل هي جيبس آه. اللي هي اهمها الموارد الماليه خلينا نعرفوا جيدا معنا الكره التونسيه نتاعنا والفرق نتاع الرابطه المحترفه الاولى معناها طريقه سبونسور اللي تتعامل معاه او المنح اللي ترصد اما من الوزاره او من الجامعه عاده ما يصير فيها تعطيل كبير وعاده ما يصير فيها معناها العديد من المرات انه يوعدوك باش يصبوا المنحه هذه وتتاخر المنحه هذه الشيء هذا يخليك معنا انت كرئيس جمعيه تعطي وعود وتعمل استراتيجية نتاع خدمه سور لاباز نتاع المنح هذه ومن بعد يصير التاخير والتاخير هذا معناها يخلي عدم ثقه ما بين الهيئه المديره واللاعبين الامر اللي يخلي المشاكل اللي موجوده في الكوره نتاعنا اللي هي الاضرابات والتهديد بالاستقالات امم فما شكون يقول لك ملي انت دخلت الفريق وملي داخل على رئاسه فريق تعرف الصعوبات هذه تعرف المشاكل اللي يعاني منها الفريق علاش قدمت وخذيت رئاسه الفريق اذا كان انت مكش قادر في وقت الازمات هذه باش توفر السيوله الماليه الكافيه باش تواصل مسيره المستقبل الرياضي هو براتيكمو معناها انك تقدمت رئاسه مستقبل رياضي بجابس كانت معناها بطريقه شعبويه شويه معناها على خاطر شعبيه ولا شعبوي. شعبويه شويه آه. على خاطر مستقبل رياضي بيجابس عمل جلسة انتخابية أولى ما تقدم حد جلسة انتخابية ثانية ما تقدم حد آخر جلسة انتخابية معناها العديد من جماهير مستقبل رياضي بيجابس يعني عندي حتى نية مش نكون رئيس مستقبل رياضي بيجابس أصروا أني نتولى مقاليد معناها الجمعية وكان معناها الأمر معناها مسألة وقت البطولة ما زالها ذول أو دوسمان هذا يرى في الرابطة المحترفة الثانية بالطبع وتقلدنا معناها المهمة هذه وأنا أعتقد أن معناها كرئيس جمعية وفرنا اللي يلزم يتوفر حبش معنا نحكي على نفسي برشا لكن وفرنا اللي في مقدورنا انا نوفره على خاطر احنا في الرابطه المحترفه الاولى كنا معنا صعدنا مباشره من عامنا الاول في المرتبه الاولى بفائض الميزانيه ثم صارت لنا معناها الديفيسيت الكبيره العام الاول نتاع الرابطه المحترفه الاولى وكانت ذكروا السيستم تاع زوز زوز مراحل المرحله الاولى ثم مرحله تفادي النزول البلاي اوف الامر هذاك خلانا معناها ندخل في دي زونجاجمون كبيره ياسر في إن مستقبل رياضي بجبس عمره ما البقاء في الرابطه المحترفه الاولى لموسم وبالتالي معناها الهاجس هذا خلانا معنا نصرفه برشا ونقوموا بانتدابات كبيره ياسر سواء معناها اللاعبين الاساسيين او معناها لي رومبلاسون الامر هذا خلانا في ديون قاعده تتبع فينا كل عام اللي هي ما يقارب في 800 الف دينار الحمد لله معناها في الموسم الفارط زاد عملنا فائض في الميزانيه على الموسم الرياضي وبالتالي معناها الدين اللي قعدت في المرحله الاولى هو المشكل يبقى انا يلزم هذا ناكدوا عليه راي مستقبل رياضي بيجابس ايجو دي بيان سا معناه بعد جمعيات الاربعه الكبار اكثر جمعيه قاعده تخلص وخالصه حاليا في تونس خاطر مستقبل رياضي بيجابس جميع اللاعبين واخذين لي ترونش بتاعها خالصين حتىش لسبتمبر سبتمبر معناه خالصين في جويلي واوت وسبتمبر في الشهر بتاعها يعني معنا وضعيتنا معناه الماديه وديجا الاستقاله اللي فاتت راي ماهيش لاسباب ماديه يعني استقلت ما كانتش لاسباب ماديه هو الاشكال اللي حكينا لي أنيس, انيس اللي هو الجمعيه قاعده تمر بمرحله خايبه ياسر في بلو مونتال فما برشا دوت. دخلنا الباركور نتاعنا معناها بهزايم وراي هذه مش اول مره عملنا المستقبل الرياضي بجابسي لحد الجوله الخامسه عنده اربع نقاط خسرنا مع الكلوب مع الترجي مع الاتوال وجتنا جرجيس اللي هي رب بليز او معناها اضعف جمعيه عملنا في الرابطه المحترفه الاولى وعدلتنا في جابس وبعدها جتنا مستير ربحتنا زوز بلاش يعني الديبي نتاع سيزون ديما تكون صعيبه شوي شنو اللي خلى ربما الموسم الرياضي هذا يكون اصعب على الاقل سور لو بلون معنا ستيل دو جو اللي هو قبل كنا نشوفه مستقبل اللي خلى الموسم هذا يكون صعيب السنه بديتوا مخر برشا التحضيرات نتاعكم مصحيح صحيح مستقبل رياضي بجابس ثاني جمعيه بدات في الرابطه المحترفه الاولى بعد النادي البنزرتي وقمنا بدو ستاج ستاج 15 يوم في حمام بورقيبه ثم عدنا لجابس ثم ستاج اخر في تونس وعملنا الماتشوات اميكال اللازمين بدينا نهار 16 جويله بالضبط لكن الاشكال ما كانش غادي الديبي بتاع سيزون اللي عرفتها مستقبل رياضي بجابس هي اول حاجه اداريه على خاطر نتذكروا مليح زوج جولات الاولى او ثلاثة جولات الاولى كنا مم... آه... معناها ما كناش قادرين ان نعملوا كاليفيكاسيون نتاع سبعه لاعبين اللي هما سبعه لاعبين تيتولير نحكي على خليج نحكي على بوسليمي نحكي على محمد مولاي على السوداني على لاعبين احنا خذيناهم باش يكونوا معناها دي تيتولير هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه واللي هي اهم اللي كنا قلت نحكي عليه سور لو بلون مونتال بالحق معناها جمعيه مستقبل رياضي بجابس واللاعبين تحسهم معناها كريسبيه برشا تحسهم معناها اللاعبين مش مش قادرين يعطوا على خاطر نسمع برشا في لي بلاتوات مستقبل رياضي بجابس خرجوا لها سبعه وثمانيه لاعبين اساسيين لكن احنا نعتقدوا كاداره وفرنا معناها الانتدابات اللازمه خرج بلال بن ابراهيم مرير دروا جبنا عاطف المازني خرج صدام بن عزيزه جبنا البوسليمي واضفنا عبد العزيز القشي في الوسط خرج نضال سعيد جبنا خليج ورجعنا مراد الهذلي اللي كان عم نول في النادي الرياضي الصفاقسي خرج لمجد عامر جبنا محمد مولاي اللي هو لاعب تيتولير في المنتخب الموريتاني معناه وجبنا اللاعب السوداني اللي كانت عنده معناه سابقه مع اتحاد تطاوين واللي كان عمل موسم رياضي ممتاز وبالتالي معناه الانتدابات نعتقد وانا اللي عملتها اداره مستقبل رياضي بجابس ما كانتش انتدابات معناها عشوائيه او انها معناها فيها التقشف بالعكس ظروفنا المادية ما هيش إكسيلون على الأخر لا بقينا معناها الظروف اللي نعانوا منها خاصة هي سولو بلون مونتال نحسوا اللاعبين معناها خايفين من نتائج برشا عارف شوف محمد علي كما قال رئيس مستقبل جابس الفريق قاعد يدفع في فاتورة البداية الكارثية نتاعو لأنه الفريق بدا مش بالعناوين الصحيحة نتاعو تعرف اللي كما قال تقريبا الانتدابات الكل اللي قام بها الفريق في الصيف اللي فاتت ما كانوش مؤهلين باش يلعبوا لكن اضافه الى كون المجموعه الحاليه ممكن ما للنسخه نتاع مستقبل جيبس اللي عرفناها في السنوات اللي فاتت فما برشا مشاكل داخليه تحس في الفريق بدليل كون الاطارات الفنيه الكل دولة تدريب الفريق قاعده تسحب طواعية يعني قبل ما تصدر قرار اقاله او ممكن قطيعه بترضي بين المدرب ولا اي علاش ينسحبوا تو المدربين طيب ينسحبوا لأنهم يحسوا فما حاجه ماهيش قاعده تمشي في الفريق لانه وفما مدربين هذا اللي انا حاسين اللي صعيب باش يتطور مستقبل يعني آه. كانه اعلان هروب او اقرار بالفشل يعني المدرب وقت يوصل اللي يحس للجروب اللي, اللي عنده ما ينجمش يصلح ولا ما ينجمش يوصل بعيد يخليه يختار كونه يهرب ويخلي معناه الفرصه اللي باش بعده ممكن زاد الهزيمه نتاع الديربي أثرت أكثر معنويا على الفريق تعرف اليوم يمكن ما حكينا صحيح الدكتور قال رينا المستقبل قابس فما مؤشرات طيبه لكن اليوم يشوف الشهر يحس اللي يشوف الشاهد المباراه يحس لي الملاعبيه بلا شروح وكانه جايين يشاركوا في الترجي فرحه التتويج بربيت الابطال يعني اليوم ما فماش اون كبير نتاع فريق يحب يوصل لقدام ولا يحب يخلق فرص شفنا قبل المستقبل قابس ينهزم يوريش برشا الكره لكن تحس فريق واقف مليح سيرتو فريق عنده مؤشرات ديما باهيه يعني تقريبا كانت الناس كل تراهن على مستقبل قابس النسخه هذه باش يكون افضل من في المواسم الفارطه لكن كما قلت فما حاجه تحسها في وسط ما هيش ماشيه يعني اليوم المدربين تقريبا اللي قاعد يجيوك ابتداء من حاتم المنساوي ولا حتى سليمي يحسوا المجموعه الحاليه ما تنجمش توصل لبعيد او فما حاله نتاع ياس ملكة بالملاعبيه اليوم اللي نقولوا ممكن الجانب المادي اثر برشا على التحضير الذهني نتاع الملاعبيه لكن تحبوا ولا تكره اليوم نحن في واقع تاع كره قدم تونسيه الفرق الكل تقريبا يمروا بازمات ماليه ممكن مستقبل جابس محظوظ مقارنه من بعض الفرق الاخرى اللي الدعم المادي نتاعها من مع سلطه الاشراف يكون قليل يعني لهنا اليوم جاء الوقت اللي لازمنا نخمموا فيه معناه محمد علي بالحق معناه جديا في ايجاد حلول حلول دائمة ومستقرة باش نلقاو الحل التمويل الذاتي نتاع الفرق لأنه اليوم مش معقول في ظرف كيما هذا نقعدوا كل مرة نفركس على حل ترقيعي أو على معاهدات بين وبين الشركات اللي تصرف على الجهه هذيك يعني اليوم محمد علي المشكله تاع مستقبل جابس مشكله ذهنيه بالاساس اذا الملاعبيه في اول جورنيات البطوله يخسروا لانهم مش خالصين هذا اشكال كبير يعني فما برشا ملاعبيه في فرق اخرى ما تحصلوش على الفلوس وما تحصلوش على المنحه نتاعهم البرميت نتاع الفيكتوار وقاعدين يقدموا في مردود ممتاز وقاعدين ينتصروا اليوم مستقبل جابس في اول السباق كان اولى على الاقل بالاداره تحيط بالملعبية نتاعها ويقدموا على الاقل مردود يوحي كون الفريق هذا ينجم يتصلح في قدم الاسابيع لانه اللي قاعدين نشوفوا فيه توا يخوف بدليل حاله الغضب والاحتقان الكبير اللي قاعدين نشوفوا فيها في في, جابس اللي سببها عدم الرضا على المردود قبل النتائج. صادق. كما كان يحكي العربي شاطر الراي الحقيقه لكن الرئيس اعطانا نبذه معناها خلينا نقول جمليه على الحاله اللي يعيش فيها مستقبل جابس، مستقبل جابس عرفنا من قبل معناها يعمل برشا لاسونسور يطلع ويهبط معناها لو فيت دو سومنتونير باش يقعد في الرابطة المحترفة ديجا لازمها برشا تضحيات تضحيات من الإدارة على المستوى المادي على المستوى اللوجيستي وراهو ديما نرجع نقولوا كي يبدا فريق في سبيرال نيجاتيف معناها تبدا الأمور مش ماشية ماتش ورا ماتش اليوم ما نخزر الكالندريي نتاع مستقبل بس مش سهل معناها يلعب مباراة صعبة جدا ضد النادي الافريقي اللي مطالب بالرجوع في الرهان معناها على المراتب الأولى في البطولة، يلعب بعد في مباراة خلينا نقولوا مصيرية مع اتحاد المونستيري معناها في الجولة اللي بعد. تراجعوا جور يلعب مع حمام لم في حمام لم، مستقبل جيبس يستنى فيه سيكل دو ماتش ثلاثة مباريات في 10 أيام صعب برشا. وتوا الحقيقة ان شاء الله الاداره والهيئه المديره والاحباء يلتفوا رجال اعمال زاده خاطر كان لي حوار صحفي قبل مع سي غسان وحكينا قال لي احنا ب 2 مليار 5 2 مليار 6 نخرجوا منها معناه سيزون تصورش اللي جمعيه عريقه كيما مستقبل باش بلوز ومان باش تتقلق باش تلقى السهم هذه على, على خاطر فما صحيح ديزونكاجمون فما فلوس مالوريزمون اليوم في تونس التمويل تنرجعوا تو بعد ما سي عبد السلام تمويل معناه في تونس مشكله كبيره واضح مستقبل جيبس مطالبه بتكوين للتفويت في اللاعبين خاطر اليوم لا عندك لا تذاكر لا عندك إشهار لا عندك تغيير استراتيجي نمشي في, 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 الجيب في, مستقبل هو دكتور تعرف بها ما انا رئيس رئيس مستقبل جيبس اللي ممكن طموحات الفريق كبرت مقارنه بالامكانيات ايه. الحقيقيه نتاعو ايه. يعني خلاه يدخلوا في صفقات اكبر يمكن ما نقولوا من الجرمه نتاعهم لانه اليوم الواقع نتاع الفريق والميزانيه نتاع الفريق تفترض كونه يكون فما تش... فما تكوين وتشبيب للفريق وانتم تكونوا سوق مصدر للملاعبيه قبل ما تكونوا مدرسه نتاع انتداب غسان غصين... غسان قيد الملاحظات نتاع الناس الكل باش تجاوب بعد باش تجاوب على الناس الكل كالعاده يعني المشاكل كلها تحوم حول التمويل ومشاكل التمويل شوف نعرف شويه الواقع نتاع نتاع فرق كابس الاثنين ملعب الكابسي ومستقبل كابس وما تنجمش تنكر انه وضع الفريقين الاثنين في مدينه جابس يسلط الضغوطات متبادله على كل على كل فريق معناتها تشوف اليوم مستقبل جابس بمسؤوليه وجماهيره تتاثر باول ركله مو يعمل الملعب الجابسي فتضطر اذا تعمل ركله مو مماثل كيف كيف اذا ملاعبي خرج من مستقبل جابس ومشى الملعب الجابسي يلزم انستونتاني مويز ما يعاود يرجعوا يشوفوا ملاعب وصارت عملنا ما خالد المليتي وصنا مع لمجد عامر ومعناته ونضال سعيد كيف كيف وقتها كان في مفاوضات مع لاجيبز دونك هذا خلق شحنه سلبيه على واليوم وضع مستقبل الجيبسي ماديا اصبح خير من ملعب الجيبسي دونك هذاك علاش اللاعبين تحسهم في تاثر لانهم يعيشوا تقريبا في مع بعضهم يعيشوا قراب لبعضهم ويسمعوا من بعضهم في وقت ما كانت ظروف المستقبل الملعب الجيبسي صعيبه في الوقت اللي كان وقتها مع مع اسكندر الفريق يحقق في نتائج معناتها ممتازه ووقتها بعد حتى ما طلعش للبلاي اوف تقريبا انهى المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه في, في السباق سباق البلاي اوت دونك الفريق كان يكور بالكدا وكان يلعب بالكدا وكان اللاعبين نتاعو معناتها امورهم ماشيه معناتها رياضيا وماديا بعد ما تنجمش تكمل بطريقة هذيك موسمين وثلاثة على بعض تنجم تعمل تضحية في موسم لكن بعد في الموسم اللي بعده وراك باش ما تنجمش تواصل بنفس التاريخ مش ما تنجمش تواصل باش تتأثر خاطر باش ترجع لك من بعد تلقى جوالاتك باش تكمل ما تخلص يا ما جوالاتك باش يخرجوا يا ما جوالاتك ما عادش باش يعاودوا معاك يا ما جوالاتك ما ينجموش يلعبوا ويقول لك اعطينا الفلوس القديمة هذاك علاش تصير الصعوبات في بداية الموسم لأنه راجع مخلي ديون في الموسم السابق مازال ما تفهموش في الموسم الجديد وتبدا مازال في مفاوضات بين الهيئه والملاعبيه في اقناع في تنازل في كذا والفلوس اون فيت ما فماش عندك الضغط كما قلت لك ضغط الجهه هذا بخلاف الضغط الكروي متاع الترتيب. انيس أه. بون با حكينا برشا على على الامور الفنيه ما نتصورش حاجه فنيه نشوف حاتم ميساوي نشوف لطفي سليم كمان هذوما دي زونترونور زاد عندهم تاش نتاعهم تكنيك ينجموا يعاونوك سو لو بلان تكنيك لكن فما اشكال اخر زاد الجماهير عندها دور كبير الجماهير اليوم زاد سبب في الازمه هذيا ماهوش معناتها الاطار الفني ولا اللاعبين ولا الهيئه المديره زاد اليوم من بعد دربي تلقى غضب كبير تلقى, تلقى تهجم على الملاعبيه اليوم راهو زاد الجماهير يلزمهم زاد يلزم زاد يحطوا رواحهم في بلاصه تأخذ تخدم مسبح اللي بيجيب الفلوس ملعبية ديستاج اوكي سور لو بلان ريال مع لي بلان ريزولتا اكيد مستقبل جابسميش ماشي, ماشي. لكن ماهوش الاشكال اللي باش يولي غضب كبير برشا الطموحات تاع جمهور مستقبل جيبس واللي نغزروا للبارة على برشا معناتها اليوم تعرف مستقبل جيبس أه... بارمي لي ميور ايكيب اللي قاعدين يخلصوا قاعدين الملعبية قاعد نتبع في الموضوع اللي ياخذوا في لي ترونش نتاعهم لي سالير نتاعهم كيما الناس الكل الاشكاليات حتى سي عبد يحكي لنا حتى ال... المشاكل كلكم تستناو في سي <تضحكي> <تضحكي> <يا ليه؟ تضحكي> فهمت يعني الاشكال المادي موجود لكن الجماهير زاد عندها دور كبير باش تحيط بالنادي زاد اليوم قيس الزواغي اذا جيك حاتم المساوي يمشي موش فني قلق مشي لقى جو خايب جا جا لطفي السليمي لقى جو خايب ومشى من غير من غير اقاله اي نجيو نعملوا كسانك سي معناتها خمسه سته اونترونيرات في العام احنا مستقبل جابس اليوم ثم فرصه ثم فرصه نتاع قيس الزويغي مدرب شاب يلزم الاداره والجماهير الكل تبني على المدرب هذا ويقفوا معاه راه مش كان اداره بركه اليوم باش تعمل باش تعاود تحسن مستقبل جيبس بس يلزمك زاد تقف مع الاطار الفني، الاطار الفني ما عندوش معناتها معدو عصا سحريه باش يجيب غير النتائج في صح باش يبدل المستقبل جيبس الجماهير عندها دور كبير في اعاده مستقبل جيبس السكه الصحيحه ويلزمهم يحطوا اليد في اليد خاطر موش مستقبل جيبس الوحيد معناتها النادي الوحيد اللي صارت له اشكاليات، عندنا نوادي كبيره صارت لها اشكاليات، لكن الدعم الجماهيري وخاصه في الفتره هذه واجب من جماهير مستقبل جيبس بس الجمعيه نتاعهم. ثلاثه مدربين في سبعه جولات الى حد الان غسان ولو انه جديد كما قلنا قبيله سنة المدربين تحسهم يهربوا من الملعب الجيبسي مش متوم من المستقبل الجيبس عفوا مش متومة اللي قاعدين يستغنوا على الاطارات الفنيه اللي تداولت على الفريق وانما هما قاعدين يهربوا من الفريق صحيح الموسم هذا ثلاثه مدربين حاليا في مستقبل رياضي بجيبس لكن الفكره نتاع ان المدربين معناها يعني يشوفوا اللي ظروف خايبه او انهم مش متفائلين بالجروب هذه ما نصورهاش صحيح علاش؟ خاطر الممرن الاول هو سي حاتم المساوي معناها كان هو اشرف على الانتدابات. وكان يعرف وضعية مستقبل رياضي من بجابس معنا من الأول وكان هو معنا قام بالتربصات لكن أنا نعتقد أن ربما فما بريسيون كبيرة ياسر في جابس مش أي ممر نجم يستحمله هذا بصدق نقوله حتى <applause> الجمهور وصل لي الحصة التدريبيه فوالا انا كنت حاضر مره في في, في ديربي <applause> جيبس وقت هزم مستقبل جيبس روحوا لهم <applause> بالحافله اللي هزتهم للملعب قالوا لهم تروحوا على ساقيكم وما يخرج حتى واحد لما يدخل الجمهور بالواحد بالواحد كل واحد يقول لك الكلام اللي يحب عليه للملاعبيه والاثار الفني الناس كل تسمع يعني بعد الديربي محمد علي, علي تريحة معناتها شوف جماهير جماهير مستقبل ولو انه ايضا من نقاط قوة مستقبل جيبس هو الجمهور نتاعو في مباريات فما مباريات جابها جمهور مستقبل مستقبل جيبس ومعروف بحبه ووقفته مع الفريق صحيح جماهير مستقبل رياضي بجيبس ديما معناها هي مدعمة معناها للجمعية وللإدارة هذا ما فيش حتى كلام نجاح الإدارة خاطر بار تكون الظروف العامة ممتازة لكن اليوم معناها نحن نحبوا ولا نكره معناها في جابس جماهيرها مستقبل رياضي بجيبس كاسحين ياسر معناها يحبوا النتائج فيسا ويحبوا لي خير من اللي قبله. خاطر هما تو مازال المعيار نتاعهم مو السنه الفارطه، السنه الفارطه مستقبل رياضي بيجيبس عمل المانتيان قبل اربع خمسه جولات، ربح دربي بعد 13 عام، وصل دومي فينال كاس تونس، وبالتالي المباراه طلعت ياسر عام وبالتالي سيرتو دو دومي فينال. فوالا سيرتو دومي فينال، معناها جماهيرنا ما طالبه معناها أه معناها الجمعية انها تكون ستابل والا تحت المتوسط، طالبه انها فما ديما بروغريسيون انها تطلع، هذايا مشروع، حق مشروع، لكن الجمعية رانا باش نجم نعملوا بها بروغريسيون لازم برشا ظروف تكون ملائمة بما فيهم وقفة جماهير أنا مش بنتكلم على الأمور المادية خاطر بصراحة ما أنا وضعيتنا ماهيش كريتيك لكن اليوم نحسوا اللي جماهير مستقبل رياضي بجبس ولا حبها بطريقة عكسية على الجمعية يحب أكثر من لازم لدرجة أنه ينجم يقوم بتصرفات تجاه إما الإدارة أو رئيس النادي أو اللاعبين اللي هي تنجم تعمل في معناه نيجاتيف خاطر اليوم نحسوا اللاعبين نتاعنا يولوا خايفين في الماتش اللي فات ضد الملعب التونسي كان الجماهير حضروا معناه باعداد قليله برشا اللاعبين كانوا صرحوا للمدرب اللي هما معناه شافوا شويه جمهور فرحوا على خاطر تلمو ولوا في ضغط بضغط معناه بضغط لا لا مش مش لدرجه هذه لكن تفهم المونتاليتي نتاع اللاعبين نتاعنا اليوم احنا كاداره يلزمنا نعرفوا كيفاش ناخذوا الجروب نتاعنا صحيح فما ديسمبر فما ديريك هي إيه موقعية غسان راهو قاعدين تخسروا في برشا نقاط صحيح تو معناش ميركاتو تو الميركاتو يتحل كان في ديسمبر توا آه. تو مبدئيا لازمنا نعالجوا الامور الذهنيه اليوم لازمنا نحكوا مع جوارات كا كا لازمنا نفهموهم راهو الجماهير نتاعنا كي تعمل هيك راهو حبا في الجمعية ماهوش لي اهداف اخرى لازم ما خممتوش انتوما كهيئه زادة تغيروا شويه استراتيجي نتاعكم علاش كل بدايه موسم مستقبل جيب يلقى روحه امام حتميه انه يتعاقد مع 10 و12 و13 ملاعبي ما عندكمش في الخزان نتاع الشبان نتاعكم ملاعبية علاش ما تلهوش بالشبان نتاعكم وتطلعوا ملاعبية ابناء الفريق علاش هالشارج الكبير هذا دي حتى مدين على الفريق هذا هو اللي آه. صار آه. اللي صار اللي ما قمنا بثمانية انتدابات لكن أعطينا الفرصة للاعبين الشبان متاعنا طلعنا معناها من فريق النخبة ما يقارب سبعة لاعبين وقاعدين يلعبوا معناها في لي ماتش وقاعدين يكونوا فيهم على غرار أحمد سولا على غرار عبد الواحد على غرار اللاعب غوما أه برشا معناها لاعبين اللي قاعدين نعطوا فيهم تو حاليا في فرصة وح. باش غدوه نلقوا معنا في مستقبل رياضي بجابس البيبينيير نتاعها ونقصوا الشارج نتاعنا لكن نعاود ونقول جماهيرنا مش قابله انها تصبر على الملعبية هذه وعلى السيتوياسيون هذه هاي خلي كلمه الختام والمساج اللي توجه به للجماهير غسان كلمه الختام انا نحب نتوجه الى جماهير مستقبل رياضي بجابس نحب نطلب منهم معناها انهم يكونوا ان معناها مورال كبير ياسر للنادي ونقولوا شنو ضماناتكم في المقابل <applause> <applause> ضماناتنا بالطبع هي لي زوبجيكتيف نتاعنا اول عام احنا كاداره ما حتى اوبجيكتيف الا ان نخلو الجمعيه والفريق معناها تمشي بالي احسن وانا نشوفها في صوره احسن اذا ما فيش حتى كلام لكن جماهيرنا اليوم يلزمها تلتف حول الفريق يلزمها معناها تفهم اللاعبين وتفهم الاداره وتحاول انها ما تكثرش معناها من الشارج على اللاعبين اللي هذا نجم يرجع سلبيا على الفريق بالله نقطه اخيره نحب نذكرها خاطر تعديناها باساجير بكري مستقبل رياضي بجابس الى حد الجوله هذه لتو ما لعبش بالافكتيف تيتولير نتاع عندنا ديما اصابات من اللاعب الزرلي لعب العقربي اليوم ملعب اسكندر العقربي اللي هو قيمه ثابته لعب مولاي لعب السوداني معناها حاليا ما فما حتى اونترونور من لي اللي اللي خدموا معنا سنين ماخذين الافكتيف كامل حاجه اخيره على الممرنين بالنسبه لنا كاداره عادة كي اختيار نتاع ممرن رانا ما نمشوش في الاقاله خاطر نعرفوا اللي الاقاله هذه هروب الى الوراء معناها بالنسبه لي وقت ناخذ شواء نحاولوا ان نشحوه الممرن هذا بتوفير كل الظروف الملائمه ونعطوه اللي يكون عاش ننجحوا تجيبوا ونيس هكا ولا ثلاثه مدربين ما عادش لكن عملوا لهم اجازات وعقود اذا كان ما عملوهمش اجازات آه أيه. هو القانون فعل. هو القانون يفرض ثلاثه ممرنين لكن يكونوا باجازه بجزء مع داسي حتى المهم المهم <applause> تستقيل عم عملتوا لهم اجازه ولا <applause> المدربين <استقيل؟ تصفيق> <المهمة تصفيق> <هو> مستقيل المهم <applause> انتم <محبا تصفيق> بالنسبه للطفي سليم ابارمون ما ما عندوش اجازه دونك ياخذوا دي دونك مازالوا ما حرقوش الكوارت ماذا بينا ما عادش ما يصير تبديل المدرب يعطيك الصحه غسان شكرا ليك ان شاء الله تتمكنوا من تجاوز ازمه النتائج هذيك ما قلت ما مشاكل ماديه كبيره برشا وان شاء الله يرجع مستقبل جيبس الى عنفوان في اقرب وقت ومع مع فريق اخر قاعد يعيش في ازمه من نوع اخر ماشي النتائج في النادي الا بنزرتي لكن الامور الماديه هي ما هيش اللي ماهيش على ما يرام في الفريق النادي البنزرتي وضعيته مع حسام غادات بعد بداية موسم مشجع إلى بعد الحدود وحس 17 نقطة من 21 ممكنين تمركز في المرتبة الثانية زمنت هالتريف الأخرى مع بداية المشاكل في صرب عائلة سيابي الملاعبية أضربوا على التمرين وما رجعوا كان اليوم العشية بعد ما دخل الوالي سيد محمد قويدر ورئيس لجنة الدعم سعيد الأسود واللي وعدوهم باش يخلصوهم في الأربع شهري المتخلدة في ذمة النادي مع العلم أنه الملاعبية بريميتهم الكل وصلتهم أخرهم البارح في الليل والبريم تاع ربح كونتر القروان الهيئة من جهتها اشتكت ضيق ذات اليد وهذا اللي خليها في مرحلة أولى تدعو الأنصار باش يعاونوا الجمعية من خلال الوضع على ذمتهم بطاقة دعم تتراوح أسعارها بين العشرة والخمسين دينار في مرحلة ثانية الهيئة ظلمت لرئاسة الحكومة من طريقة التعامل بالميكالين في سياسة الدعم المنتهجة من المؤسسات العمومية قبل ما يقوموا الأحباء بوقفة احتجاجية نهار الأحد قدام مقر <applause> 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 توازيًا مع هذا قررت الهيئة المديرة تأجيل الجلسة العامة الإنتخابية لنهار 25 نوفمبر. مما طرح العديد من التساؤلات في صفوف الاحباء بما انه هدات هذه تتزامن مع تنقل السيابي لملاقات لطول في سوسه هذا دون نسيان تساؤلاتهم في خصوص عدم تقديم هيئه عبد السلام السعيداني لغايه هذا اليوم لتقرير مالي مفصل لا لهيئه الدعم ولا للشركات الوطنيه اللي طالبتهم بها. هاي سي عبد السلام كالعادة مبادر بالطلعات من الطلعات نتاعك الموسم هذا انت دعيت للمعبية للاثراء والله مهمش تلعات. ما همش طلعات هذوما حقيقة دونك قبل ما نبدا في هذا الكل باش نحوص نحاول بإيجاز شنو هو اللي قاعد صاير سعيداني أصبح مقلق لبرشا عباد في تونس سياسيين ولا ولا رياضيين سعيداني يقول كلمة الحق سعيداني دافع على جمعيته سعيداني قاعد مجهز جمعيته لسكه صحيحه رغم صعوبات وسعيداني من اول نهار شدنا ندير بنزرتي في نفس الظروف في نفس الوقت هذا فما اون تيت ماتشين تخدم في بنزرت ولا برا من بنزرت باش تعرقل السعيداني هذا والهيئه نتاعو باش معناتها البنزرتي قاعد يتضرر جراء عبد السلام السعيداني معناها فما عباد ما يقلقهمش اذا كان سي ابي تطيح والسعيداني معاه المهم السعيداني يطيح وذيرينيه على مر السنين عشتوا معناها العام الاول متمركزين الثانيين على بعد ثلاثة نقاط من نادي صفاقسي الأول وكوقتها كما كان يحكي سي غاسين بلاي أوف أوت وصارت لنا عملوها الأزمة هذه اللي خلنا لنا مشينا للبلاي أوت وبرشا حاجات صارت لنا عملناها بنفس الطريقة وقت اللي غادر سي عدريدي الدريدي والماكينة تخدم كل واحد يخدم من بلاصته كما قلت نعمل للرئيس على طريقة سي سليم الريحي اللي ما عندي معاه شيء إلي بارتي معناها بالفاسون هذا نجيو نعملوا ريدريسمون ونقلقوه عن طريق دار المال وفلوسه ودرا شنو باش ما يخليكش تعمل تقرير مالي لانه حطوا لي ارضي للبيع وحطوا لي رزقي للبيع الدوله معناها الشيء المخجل ما فما هذا دوله في العالم تبيع رزق اولادها حتى لو كان الدوله تسان العباد معناها تسال الاشخاص اولادها تعمل عقله وسيدة انس بالميم يعرف من القانون تعمل عقله وتخليها كيك باش حتى لو كان انا باش نبيع ولا نخلص الدوله من الفلوس اللي بعت بهم ما عنديش حق نبيع الا ما باش توصل الدوله تبيع رزق اولادها ما تنجمش تكون دوله تحترم في في نفسها وإذا كان قاعدة تتعدامد في قوانين نتاع فرنسا يز ما تورينا، دونك اليوم وزير المالية في حد ذاته القديم ولا جديد؟ ما دي فوا انا نجم ما نجم كلنا وزير المالية يجي من فرنسا ياخذ قوانين ويحطهم هكا بعد ياخذ كهرباء وياخذ الواحد خلينا من خلينا خلينا نجي من الوزارة خلينا نفكر في الموضوع هذاك عبد السلام نكلموا رجال الأعمال باش ما تعاونش نادر هذا بنزرت انا كزيت سي بي مداخل سي بي شكون شكون عبد السلام؟ ما نحبش اليوم اسمعني انا احنا اليوم في ازمه إيه؟ اشكاليه سهل انه كل واحد يجي يلقي توهم ما معطينا شكون انا مانيش من نظريه ما المؤامره أيه. من وعندي عامين نعيش فيه ولا تبكيت ولا تشكيت ولا كلمت عباد على الفلوس و... وكيما قلت قبل سي فما برشا عباد يقولوا بنزرت انت ايش تخلت وكذا الديفينيسيون تاع كلمه ريسبونسابل اكثر واحد يعرف هو عبد الله تحملت مسؤوليتي لا تشكيت لا حد شيء لا واحد اليوم باش نقولها إيه لك ستيليست انا نتاع كلام انا نفصل لك وانت البس على روحك اما باش نقول شكون ومش شكون ماهوش وقته ولا يعرفوني في تونس نحشم من حتى حتى نهار اللي نحب نقول راهو فلان راهو فلان اما المشكله اليوم ما يخفش علينا الناس كل انه فما انتخابات باش تجي 2019 وفما الناس الكل تعرف اللي آه الحزب اللي يحب ينجح ولا العباد اللي تحب تنجح يلزمهم يتعداو بار جمعيه هذا ما عادش غايب على الناس الكل تعرف دونك اليوم تحب ولا تكره بحسن نيه ولا ولا بب ولا بب نية أنا 40 نايب اليوم في بنزرت ولا اللي هو هذوما كل كي تحطهم في كافه ما كل احتراماتي كلها معنى اليوم ما يقوم ليش واحد يقول لي راوني تقصد فيا اللي كما قلت اللي انفصل باش يجي قد يعرف اللي نحكي عليه هو تحطهم الكل في ميزان في بنزرت بكل تواضع عبد السلام سعيدان يجي اصدق منهم والعباد تحبوا اكثر اما نطيح من عين العباد كان نعمل السياسه وهذا قلت لهم انا اقسم بالله انا نعمل السياسه ولا مش نعمل نحب جمعيتي نحن فيها بحقيقه ايش انت فاهم انت عندك مصالح شخصيه سياسيه اي واحد ما. اي انا حزبي هو نادي بنزرتي ومن بعده الحزب اللي باش يخدمني يا ما عبيد باش تعاوننا وبشيخ مع جمعيتنا رانا ما عندناش مشكلة باش نعاونوه اما ما تعاونيش راني ما نعاونكش اما باش تجي أنتم كسياسيين ولا كحزب يحب ينجح من بعد باش ينحي السعيداني باش يشد بلاصته هو انت انت في السياحة احنا في السياسه ما قدو ما ما حتى, حتى أنت... ما حتى حتى حاجه تزيدت في بنزرت باش تدخل الرياضه وانت ما تعرفش كره قدستوزن دونك مع الاقل كل واحد يحترم روحه هات نكونوا اوني مع بعض إيه انت لهنا في المشاكل الماديه كاينك بعثت عليك الناس الكل لا لا لا. ما خليت حد باش ينجم يعاونك مش صحيح مش صحيح مش صحيح هذا مش صحيح وقت اللي انا قلت لك تدخل جمعيه تبقى مش صحيح ما عندكمش مشاكل ماديه في النادي البنزرتي ايه عندنا مشاكل ماديه في النادي البنزرتي اربع شهور اربع شهور والله حاجه تزيد م... فيها انت دليل تو طيب الكل تحكي في تونس نقول لك فيها اليوم واضحه اليوم اسمعني اليوم واضحه الامور انا قلت فما عباد عملت باش المداخيل تطيح معناها اليوم يحكي سي غسان عنده مليارات ونص وربي ب... معناها ان شاء الله ربي يزيدهم وعنده مليار ونص من عند الفوسفات انا عندي 900 مليون وباش تجيري ان بيجي 4 مليون دينار معناها 4 مليارات ومداخيل نتاعك 900 مليون اللي كانوا زمليرات ونص ما فعلي فعل معناها ما تجيش تعجزني اليوم كي دخلت سي بي انا عندي حسب التقرير المالي الموجود 2 مليارات ونص مداخيل دونك شنو نقول كي باش نبيع لاعب واحد صحيح تخلص وكي باش انا نعطي من عندي 400 ولا 500 انا ما عندي حتى مشكل دونك احنا كي لقينا الوضعيه صعيبه، بدينا كيما قال سي حبيشك قال سي غسان انه علاش ما كونتش ولو انه في برنامج عامل التالي قال لي راك تعمل في الغلط بما انك طلعت شبان وكذا. لا قلت لك شاف في الغلط. مش مش. لا مش لا كنت قاعد بحذية غادي قلت لك ما تنجمش تطلع ثمانيه شبان مع بعضهم. ايوه مش مشكل. ما قلت لكش شاف في, في الغلط. احنا خويا سمر. ايه بالعكس. جينا نعملوا قلنا مداخيلنا ما تسمح لناش شنو هو الحل؟ اه. العباد ما تحبش تعاون وكل واحد شنو ظروفه وما نجور براسا بيرسون معناتها كل واحد حاط رجال اعمال اليوم قاعده تعيش في ضايقه الدوله تعيش في ضيق شنو هو الحل باش نخرج جمعيتي جينا طلعنا لو ماكسيموم دي جو حاطينهم في السكه وفي الـ وفي وفي اللي هما اليوم, اليوم متغاشين علينا وعندهم الحق ما يلزمهم يفهموا الكوره هكاك معناها بشوي بشوي اليوم نادي من المزارتي عنده مخزون خمس 15 لاعب اللي بين اللي فما في الاولمبيك وبين اللي مسلفينهم في البي وبين اللي يلعبوا عندنا في الاسبوار اقل لاعب فيهم عنده 15 المقابله بين وديه ورسميه في الاكابر وهذه ما نتحدى اي جمعيه في تونس كان عندها منه النادي هذا بنزرت في اليوم كان يبيع زوج لاعبين كل عام العامين القدير وما تعمل حتى انتداب ما تستحقش حتى الانتداب خاطر انا تو بريفو اون فا سبورتيفمون انا امين شعبان معناها مدير الفني نتاعنا هو توسكي نعم هنا كانوا استثمار في الرصيد البشري نتاع نادي بنزرت جينا سنة شنو هو آه. اللي غير خاطر يقول قايل انت كي ما عندكش امكانيات شنو تعمل اي رئيس في تونس بالجمعيات الغنيه ولا الفقيره شنو هو يخمم وكلهم قاعدين نعملوا فيها ونت... من 10 سنين نرجع لك حتى الكل واحد فيها شي يمشي يقول يا يعني نعمل ان بون دي ماراج دو سيزون ونعمل ريكروتمون ونميزي من لو ومن بعد نعدي عام تعب بشويه والعبيد باش تقرب فيو كو ريزولتا باش به والا نتعامل على حد امكانياتي ونطلع الصغيرات ونمشي وكذا وتمشي احنا اش عملنا العام الاولانيين السي بي عندنا ديفيسيت كبير ما نجموش نعملوا ان بون دي ماراج ماهيش ما عندهاش ثقه فينا العباد ماهيش باش تقرب باش تعطي الفلوس هكا ولا دونك، انا انفيستي لي جون نتاعنا بشويه 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 مشينا، جينا شنا شقلنا؟ ماهناش قلنا باش ننزلوا لي تيتر احنا فيزيون نتاعنا واضح، العامين الاولانيين وقت تذكر قلت, قلت لك رامل. نكونوا في ايكيب بعد عامين نقعدوا تربي باش نعملوا ان ايكيب اللي تبدا في المراتب الاولى، صحيح صح ولا لا؟ صح صح. والحمد لله كنا عند كلمتنا مع جمهورنا، اليوم الفيزيون نتاعنا شنو باش ما نحطش لا بريسيون على الجوهريات على الجمهور، احنا مراو... من منحب مش معناها في في منحبوش نحبوش الناس تي تيتر الناس كل تحب تزيد حقيقه اليوم في الموارد الماليه تاع النادي لازمنا الناس كل نحطوا في اليد اليد في اليد باش ينجم تيتر ما نلعبوش على تيتر احنا الفيزيون تاعنا دوزيام ثلاثيام بلاص نحبوا نمشيو عام جاي بارتيسيپاسيون افريكان ولا بارتيسيپاسيون في الكوب دارا اللي فيها برشا فلوس واللي اون فيز تيتر وفلوس خاطر العباد كي نحكي انا نقول بيع جوور ولا تيتر فيه فلوس يقول لك فلوس مالوريزمون تو الكره فلوس واذا كان ما فماش عباد باش هذا هو الحل انه نستثمروا من الداخل وهذا هو كله اون لا بريفيو باش وقت اللي اون انفيستي في دي مو باهي اي باهي عبد السلام انت, انت تقول لي اليوم انا ما قلتش نحب نهز تيتر لكن جمهور نادي بنزرتي اليوم يشوف عنده فريق ممتاز يشوف أوه عنده رصيد رصيد بشري أصماني. مميز يشوف عنده متا... مدرب قادر على تحقيق آه نتائج احنا... ايجابيه يخاف لهناك لهنا. انه المشاكل الماديه اللي قاعد يعيش فيها الفريق تاثر على نتائج الفريق وقت اللي كيما قلت لك فما حديث عن ما ماهيش خالصه فما حديث حتى 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 ما معاك على تعلم واحد زاد لازم تفعلوا مع بعض الناس كل كنتين. ليه كم كنت شق ما تنفعش ما تنفعش لا 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 ما تنفعش عبد السلام تفعلوا مع بعض ما تفعلوا مع بعض مش سي بون فهمني جوهرة مش عارفه تونس كامله تعلم فيها زيد عاودها مره اخرى الملاعبيه الملاعبيه حتى حتى خلينا نحكيو باش نقدموا تو اليوم هذا خلينا نقدموا نحينا اليوم النادي الرياضي البنزرتي ناحي زاد السعيداني فما توت ان سيستيم ما يحبوش يكون فريق واقف وعلى بعد السنين كيما بروسيا دورتموند في المانيا، باش يكون فريق جدي ويتحدى البطوله كل عام والكوب من الناس الكل. تلبسوا كيف, كيف ولا ولا ولا, ولا, ولا خليني نجيك للموضوع آه. الاهم من الدوله هون فادي، الدوله اش تعمل؟ فما وزير طاقه اليوم العباد معناها بالحق ما ناس فاهمين تونس علاش قاعده توخر، اما هي واضحه انه كل واحد يخمم في روحه، فهم برشا وزراء جاو 20 ما عشرات الوزراء من اللي خرجت الثورة م. وكل واحد يخمم الدولة ما تقدم خليني ميساج تبعني في الفكرة بعد ايه خلينا في, مغير في الكولا ما نقول اليوم كوزير طاقة نجيو احنا عندنا ان بيدجي ما هو راهو سيتو تو اما كل واحد يقعد, يقعد يقعد في, في, في خدمته قال الراجل اليوم وزير الطاقة عندهم 8 مليارات مرصودة الأربع جمعيات بركة في تونس أنا اليوم ما نتكلمش كمشاش عندي ستير في بنزرت ستير حسب البارح ما شفت البيجيم نتاعو 4000 مليار ولا حاجه هكا المجمع الكيميائي البي جي 1500 مليار يعطي في 3 مليارات زوج جمعيات واحنا ستير كانت تعطي في 300 وسوا ديزون سي زاريري و100 الف دينار سبونسورتنا حاجه جمله علاش نحاو سبونسور تنحى نعرفوش علاش انا الناس ما نعرفش علاش قال لك عطينا التقرير التقرير المالي نتاعكم نحن لك سبونسور ما عندوش دخل بالتقرير وحتى لو كان التقرير يا مش مشكله احنا التقرير قلت لك سي بارابور عندي مشكله فيسكال ومانيش قاعد نحكي في اللغه العباد نكتب لهم راسلت رئيس الجمهوريه وراس راسلت رئيس الحكومه وراس اللي, اللي تو ما رجعوا هذا وذا نورمالمون اي ايوه احنا في فرنسا تراسل اي حد يجاوبك ما جاوبونيش عليه عندي رونديفو المرحله الجايه البارح الورقه من دار المال بشوفوا طيب نمشيو نشوفوا رونديفو نشوفوا عليها شو كيفاش وكذا اليوم نحينا التقرير المالي خويا على شير هي تعطيني حاجه اكريت اللي انت احنا نعملوا فيه راه مش لينا احنا اليوم راه نعملوا فيه المستقبل نادي رياضه بنزرتي بس يا تقف على عشرات السنين لازمك تولي تعطيها كيما الاخرين دونك كي تعطي نادي رياضه بنزرتي مليار ونص كيما الناس الكل برسا عباد تعرف اللي مع كل احتراماتي الناس الكل نادي راد جمعيه تعرف تكون بالكدا وتخرج برشا لاعبين نادي راد بنزرتي عدوا عليها رؤساء كيما سي حمادي الباكوش على ربي يشد له في صحته كور في السي بي ويعرف يعمل ريكريتمون ويمشي يجيب ريكريتمونات يعرفوا اللي فيها صعيد الاسود كيف كيف كور في السي بي ويعرف يجيب ريكريتمونات ويعرفوا فيها سعيد يعرف يجيب ريكريتمونات معناها ماهيش دونك تعطي للسي بي الموارد نتاعها وباش ومع مع مع الموجود نجموا نعاودوا نرجعوا الجمعيه وين كانت وتلعب على الافريك ونجمنا نحيو من 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 مخاخنا الناس الكل في تونس انه ما رئيس سد يتحمل مسؤوليته واضح راو الرئيس ما هوش واحد باش يعطي معناها يجي يبدا ما هما كلكم سابقين له فلوس لكم عاملين عليهم يعني راهو انسان جي يعلم به ربي فما اللي عنده غايات هذيك امور وانا ما عندي حتى غاية نعمل في الماكسيم ما باش ننجح جمعيتي ونحط على السكه الصحيحه باهي شوف ساعة نتفقوا على حاجة محمد علي هي النادي النادي البنزرتي في عهد عبد السلام السعيداني رياضيا ممكن المشروع الرياضي نتاعها ينجح لحد الآن لأنه الفريق ممكن في موسمين قاعدين نشوفوا في تقريبا من احسن الفرق اللي قاعده تلعب كره في تونس سوى في الفيرسيون تاع لاسعد دريديا وحتى مع منتصر لوحيشي فريق رغم الصعوبات والضائقه الماليه قاعد يلعب في كرة واضح قدم ممتازه وقاعد يوري في كرة هذا واضح هذا متفقين عليه نمروا للجانب اللي يخص عبد السلام السعداني رئيس نادي البنزرتي اللي توا ولا يلبس الكاسكيت رئيس بنزرت نحسوا في هذايا ممكن ولا يقلق برشا ناس في بنزرت ولا حتى خارج بنزرت الديسكور نتاع عبد السلام الكل من قبيليكا فيه برشا كلام ميساجات مشفرة، خصوصا للناس في بنزرت ولا حتى لبرا، وفيه عباءة سياسية قاعدة تدور حول الفريق توا، لكن المشكل اليوم المصدمة المسؤول الأولاني اللي يحاسبوا تحاسبوا الجماهير ويحاسبوا الناس كل هو رئيس النادي اللي ديما الناس تقول هو يزم يتصرف ويرقى الحلول باش يخرج الجمعية من من المالية اللي هي فيها، ممكن في السنوات اللي فاتت محمد علي النادي الرياضي البنزرتي كان ضحية مظالم تسييريه او اداريه من الدوله او من من اللي قاعد يشرفوا على البلاد هذه نقطه رئيس النادي البنزرتي مشكلته ممكن شويه في الجانب الاتصالي نتاعو لانه هو منفعل ديما سعابسليم وانا نارو وكل البلاطون تقابلوا فيه ديما مش ما هو صوب نظريه المؤامره لكن هو يشوف في حقائق في بنزرت ممكن تخليه يقول لك انا عندي جمعيه نجم نوصل بها لبعيد، جمعيه نجم نكون حتى مراهن جدي على الالقاب في تونس، نجم نس حتى بطوله، لكن فما ناس تعارض فيه فما ناس هو قالها تو كريموت كانت فيه حتى فما بنزرتيه في بنزرت ما يحبوش النادي يتالق لانه باش يتحسب لعب سليم السعداني كونه هو صنع النجاح. اليوم حكينا على الكام تاع غسان المرزوقي. فما النماذج بتاع رؤساء مختلفة في تونس، فما الرئيس العاقل المسالم اللي في أقل لحظات متاع ضعف ولا متعخوف خوف يرمي المنديل يقول لك أنا الجمهور هذا ما نجمش نتحمله ولا وضع هذا أنا نخير باش ننسحب ونستقيل، لا بروف غسان المرزوق يمكن ست مرات استقال. فما رؤساء جمعية سدميين معناها وين تلقى عركة يمد راسه كيما سي عبد السلام السعيد يعني اللي ديما عمرني ما قدمت ديما ديما ما يقدمش استقالته ما تخلي حد يتكلم معك جوستومون انت خاطر شخصيتك سي تخليك ديما تواجه الناس ممكن هذه ميزه في غالبيتها فيها شويه سيئات لكن اللي نقولوه اليوم نحن نادي البنزرتي هي جمعيه مثل تونس كيما الجمعيات الكل محمد علي والاصلاح لازم يكون حكي من كام تاع النادي تاع مستقبل جيبس يكون معناه على مدى طويل مش حكايه حلول ترقيعيه نتاع اليوم <applause> نمشي انا الشركه تعطيني فلوس نتاع مده معينه ومن بعد يتجدد الاشكال لانه اللي كان جات حلول ترقيعيه اليوم النادي البنزرتي قادر باش يبيع ملاعبيه ويوفر مال اللي هو يصرف عليه كذا واربع سنوات لكن هما يخدموا على مشروع رياضي طامعين باش يعملوا فريق ينجموا يرهنوا به محليا على الالقاب ويعاودوا يرجعوا به للساحه <applause> الافريقيه تاع الناس الكل تعرف محمد علي النادي البنزرتي اول فريق في تونس تحصل على كاس أفريقية طيب صحيح. يعني اليوم من العيب كونه فريق يحتل المركز الثاني او الثالث يضرب لانه ما عندوش فلوس ومن العيب اكثر كونه يكون لضرب بمباركه رئيس النادي لانه هذا ممكن يتسمى عيب في تاريخ نادي البنزرتي نشوف يلزم اليوم حلول جذريه كفينا من الحلول الترقيعيه لأن نادي البنزرتي باش يكون هو مش اول ضحيه وليس باش يكون اخر ضحيه خلينا معك تقول طيب انت عيب رئيس النادي حتى عيب رئيس النادي وقت اللي يجيو كو رجال اعمال والا سلطه تو عندك بفلوس ومن بعد انا كيما كيحكي سي غسان نجي نقول الجواراتي في دات معينه وبعد ما نجيب لهم ماشي نورمال باش يدوت بينات ما لقيت جواراتي كل يحبوني كل شيء نعرفها اما يا خويا سد انا نقولها فما مره ولا اثنين اللي هما يروني انا كذبت عليها علاش خاطر نحكيو الجمعة اللي فاتت بركة ونحكيوها بسوء معناها بحسن النية سيد الوالي مشى بحذا رئيس لجنة الدعم مشى بحذا أطراف من الهيئة وقعدوا بحذا وعد باش يصب معناها 10000 دينار 10000 دينار رحم والديه وكان منحة استثنائية استثنائية اللي ما تستحقش تقريبا إلى حد شيء أه باش نعطيوها لهوندو الباسكيت شو هوندو قلت لهم راه باش يتصبوا 10 دينار باش نعطيهم هوندو باسكيت للرئيس هذا الرئيس هذا يبقى ما تصبوش لا كذب دونك اليوم مع 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 كل احترام راه الوالي يرحم والديه معناها نقولها بصراحه خدم معنا وكذا وهو مش من هو مشكله معناها المشاكل الاداريه وكذا لكن كي تقول لي جمعه اه جاي رجل اعمال يكلمني في اول العام معناها اللي هو صاحب معمل السكر ويقولي لي راه باش نقف معاك هو الله فيه وقف معنا عامل له كل شيء ومن بعد ثم عباد تكلم وتقول ما تعطيش فلوس ومتاكد ونا ونحكي انا قاعد نحكي فاش قاعد نعمل اللي انت حتى يا خويا من ناحيه نظريه المؤامره كيفاش تجي دوله معناها ولا بلاس تجي لشركه معينه تخدم في 400 موطن شغل بنزرتي وتعطي لنادي هذا بنزرتي في 150.000 دينار في, في الوقت هذا المحرج تجي تنحي لها انت 30% من السوق العمومي معقول هذي حتى على الاقل حتى تقول انت البلاد رايده غادي والامور مريقله معناها ما نحيولوش 30% باش يقعد يعاون في جاي ونحوهم له ونقولها بلعاني باش ما يعاونش نادي هذا البنزرتي. باهي واضح هاي أنيس وصادق خويا خالد تفاعلوا معاك وبعد جيب الناس الكل قبل كل شيء نادي البنزرتي اليوم مع السكه صحيحه من الناحيه الفنيه تعرف محمد علي مش مليح لكن اللي حسب ما نسمع فيه مع سي عبد السلام نتفاعل معاه شويه يذولي اليوم في بنزرت ما يحبوش ما يحبوش يعاونوا اللي البنزرتي في شخص سي عبد السلام تحس اليوم في سي معناتها في سيدام كبير مع 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 اللي موجودين في الجهه الكل رجال اعمال انا عمري مريت فريق اليوم بريسك يعمل مع عامل باركور باهي في الشامبيونا واموره الماديه صعيبه الحق السيرار حتى ندرس فاقسي ورغم ازماته لكن ندرس فاقسي لقاه استقرار وبرميل. اليوم اليوم اذا الفرصه معناتها ما عادش باش تعاود برشا البنزرتي علاش على خاطر اعطيه بموسم كبير من الناحيه الفنيه نادر بنزرتي ثاني تشوف النتائج نتاعو اليوم عندك اومينيموم ممكن سعد سلام كان يقيم من عرش البريميت عندك 90000 دينار بريميت بركه يعني كل ملاعب مينيموم عنده خمسة ملايك تحسب في المليون عندك تسعين مليون ما دوم بريميت نحن ببان بريمو وقال بريميت كل خالصين وبش نكون نيت معناها بريم لو كلوب مش خالص خاطر كبرنا فيه ردينا ب 2000 آه، دينار مازال مش خالص اما البريمات الاخرين الكل خالص ما احنا إيه. جينيرال مو توا عملنا خاطر نعرفوا اللي باش نربحوا اكثر بريود تيو انا وصلنا زوج ملايين وثلاثه تحت الدوش وقت اللي كنا نلعبوا توا قلنا البريمات باش يمشيوا اكثر مليون في بنزرت ومليون ونص لبرا كيبدا ماتش كبير ويعملوا فيه فرق كبير نجموا نردوا زوج ملايين ويمشي وهذا إيه. دليل محمد علي نتاع الثقه نتاع سي عبد السلام في الجروب نتاعو من الناحيه الفنيه إيه. لكن راهو الملاعبيه انا انا كنت ملاعبي ونعرف بيجي يجيو نار وباش يرخوا بيك راه ما عادش مصداقيه مع, مع الرئيس باش يدخل معاه في كونفلي مره اثنين باش تولي ما عادش المصداقيه الور اليوم في جات في بنزرت راه اللي يحب بنزرت ماهيش في شخص عبد السلام عبسين عبد السلام السعيداني باش يعمل موندا ويمشي على روحه الور يلزمهم يتلفوا مع النادي بنزرتي فرصه لا تعاد النادي البنزرتي باش يعمل موسم موسم كروي كبير الور يلزمهم يتلفوا يلزمهم يعاونوا النادي يعاونوا النادي بنزرتي من ناحيه الماديه ماهمش يعاونوا عا سي عبد السلام عب صادق النادي بنزرتي عام كان على بعد ضربه جزاء من مراهنه على لقب ما الناس كل نسيناه النادي الرياضي بنزرتي با سي عبد السلام شرس في الدفاع على فريقه هذا يحقه معناه ليجيتيم ويرى اللي كونه المداخيل ومعناها سامحني معناها رحل نادي بنزرتي عمناه ولا مسكنات قاساو لا مرين ما عندهمش تذاكر ما عندهمش مدخول قار سبونسورينغ نقصوا لهم براتيكمون ب 50% وعنده معناها جروب يافع طالع شباب حتى كي حكينا تو سافي دوزون قلت له ما نجموش نلعبوا ثمانيه صغار مع بعضهم لازم دي كادر اليوم راه يا كن ولا كادر بعد اللي هو كان ان جرون اسبوار مثلا خميس الثامن من احسن الحراس برك الله 37 38 سنه راهو سعيداني ايكيب ناسيونال راهو بنشوك طالع راهو معناها وتراو اليو سي اللي هو براتيكمون حسب رايي معناها المتواضع من احسن لي فهمني رولير في تونس اليوم فما مادة خام في النادي بنزرتي لازم الأحباء يفهموا في ظل الأزمة الخانقة هذه راهو ما غير سبونسورينج ما غير ماركتينج ما غير تذاكر من يمشي يجيب مسكين وما يبيع أرضه عم هو يعني. لو لولا تدخل المكتب الجامعي إيه؟ كان في كل مصير عليه مكتب الجامعي يعني... تدخل له سنة وعمناول ديجا نقصوا له ستة بونت ولا راهو كمل الخامس قداش حجم ديونكم رابع. مع الجامعة عبد السلام مع الجامعة اي الرابعة ولا راهو كمل الرابعة لا في حدود 400 ألف دينار 500 ألف دينار لا لا مش مش ديون مع الجامعة والديون بصفة عامة قداش بالنسبة للفنزرتي احنا الديون كي جينا معناها لقيناها في التقرير 4 4 مليارات ونص ما زادت فما كي فما قضايا ما يجموش يدخلوا ما يعرفوهمش ايه. حتى الكوميسير يجيو من بعد كيما هذه 155 ميل اورو تاع اليوب وبكر كيما تاع عمر ناس فما حاجات جاوا من بعد ما دخلوش معناها <سؤال> <صفيق> يعني على على الصعبه السعودية اسمعني دونك قلنا معناها وليت اكثر معناها في حدود ستة ونص احنا حاولنا باش ما تطلع خاطر في معناها في ميزور احنا بيدنا قاعد قاعدين نصرف وقللنا في المصاريف مي ان شاء الله ان شاء الله لاباس مي حاجة بركة نحط فما دي زوم دافير في تونس معناها قاعدين يعاونوا ما نحبش ننسى عباد علاش ما نسميش فما سي فتحي فما سي نور الدباشي فما حتى سي مادي بغربيه الرئيس السابق وعاوننا عاوننا في عديد المرات فما برشا عباد عاونت ما نحبش مي ديما ماهوش معناها مش مش كافي هيئة الدعم بربي في نادي البنزرتي عبد السلام والله الدعم كيف كيف معناها قاعدة واقفة مع اليوم باغ اكزومبل كان جاء حاضر سي سعيد وأنا حبيت اليوم أنا حتى ما تقول لي أنت أنا قلت لهم سي أنا مشيت من الأول قلت لهم حتى شنهار لحد يقفوا وأنا معاكم وكذا وكل شيء من بعد صارت حاجات مشيت وقت البارح قلت اللي البريم كيف كيف حتى عبيد ما خاطر بالحق عباد اليوم تقعد ما تخلصش بياخذوا في بريمات سي فري مي ما يخلصوش أربعة أربعة شهور معناها سي سي كلير كو معناها تحس مع أنا بيدي ما حتى باش نقول لهم راهو تو قاعد نعمل في أي فور وكذا، ما حبيت العباد تدخل معايا زاد باش تعطي كلمة وباش بعد باش هما حاط لو كان ما وفروش تو احنا نوفروا ما فيرا قاعدين نخدموا باراليل وإن شاء الله ربي معاك. أني صح. جوست باش نكمل كلمة صغيرة اللي الأحباء اليوم لازمهم يلتفوا على فريقهم كيما رينا بكري ولازمهم يساهموا في اقتطاع القصاصات على خاطر <applause> راهو صحيح راهو مبالغ زهيدة دالي تاع 20 و30 و50. اما فليس ما فليس يعمل كديس ورينا البرة حتى في الاوروب قديش من مره معناها حملات من هذا النوع جابت معناها دي سنتين دو مليون دو مليار دايور معناها اليوم تبارك الله علاش الكلتور هذه علاه ما عندناش كان انت محب وفي بربي إيه سامحني مش كلتور تطلع سامحني جوست انيس انت محب تطلع وتشجع اونتر بارونتيز وتسب وتنتقد له اللاني وقت اللي يجيب الشمد لما لا بوش 20 و30 تولي معناها كوميم معناها هي جمعيتك انت ماهيش جمعيه سعيدين سعيدين يقولوا تقاف في البلوز والفيراج معك معناها هذا هو فهمت اي آه نسا شوف محمد علي انا اللي كي نحكي على سيابي الحقيقه أه نحكي عليها افيك بوكو دامور معناتها عندي عاطفه خاصه على على فريق سيابي الحقيقه أه اللي يدخل في الموضوع هذا ويسمعنا ما كان ما بداش معناتها الفيتير من الاول يقول نحكيو على فريق في اخر ترتيب <applause> وفريق يصارع في النزول نلقى اليوم فريق تقريبا في المرتبه الاولى او في المرتبه الاولى نعتبره في المرتبه الاولى انا مع النادي الصفاقسي ما عندوش ملعب يلعب فيه مع مقابلاته الرسميه يلعب مره في العاليه ومره يلوش في المنزه ومره يلوش في مطر كل مره يلوش في تيرا ما عندوش ملعب تمارين ثابت مره ترنا في المنزه مره ترنا في الانكس ومره ترنا في البسيري كل مره يتريد يدرب آه ظروف الماليه صعيب مع تم لاعبيته مش خالصين اربع شهور ريبريمات ما فماش الناس كلها هارب عليه رئيس الجمعيه آه معناتها يتشكى من الناس اللي مش قاعده تعاون فيه اليوم مفروض اليوم مع جمهور السيابي شفناه الحقيقه انا ما نكرش صديقتي عبد السلام سعيدين معناتها باش كي نتكلم عليه نكون ممكن شهادتي مجرحه فيه. هذا آه رئيس جمعيه حل الملعب باش لعب في 15 اكتوبر. كيقول يقول حل معناتها جرى وكتب وعمل مكاتيب ومراسيل وجرى. ها رجعت سكر. 28 اكتوبر باش ترجع تلعب آه قرر قرر رئيس الجمعيه قرر يحل الملعب نتاعو باش تلعب في الليل. آه يصور في الضوء وابليكا معناتها البلديه والولايه باش عملوا زادوا الاضاءه باش يلعب ميتون في الليل. دونك شوفوا انسان شنو اللي يعمل على خاطر جمعيته آه نتذكروا في المباراه الاولى ضد النادي سفيقسي هدد انه ما يلعبش ومشى معناتها حتىش الوقت قريب من وقت المقابله اذا الجمهور نتاعو ما يدخلش الملعب ولينا رؤساء اخرين عادي يضحي بجماهيره وعادي كانوا يقولوا له حتى يجيو 500 واحد <applause> يقولوا ما يجيش 300 مقص 200 وفر عليكم التعب نوفر علينا تكسير الراس فاقل شيء للبنزرتيه انهم يعاونوا جمعيتهم مش يعاونوا عبد السلام سعدين خاطر جمعيه اليوم تربح ماهوش عبد السلام السعيداني اللي قاعد يفرح، جمهور السي قاعد يفرح. شفناه جمهور سيابي في معناتها في ماتش صفاقس، شفناه في معناتها في عديد المباريات شفناه في ماتش الكلوب حارب باش خذا 600 تذكرة للجمهور بنزرت والجمهور خذاهم الكل 600، نعرف أنا جماهير أخرى تاخذ لهم 600 يجوك 200. معناتها يخليوك حتى معناتها ما بين ظفرين في حشمة أنك أنت حاربت وضربت على الـ على الـ على, الـ على الوضع هذا باش تاخذ لهم حقهم وتجيب لهم تسكرهم. بعد دونك الجمهور الجمهور قاعد يريكومبونسي ي... ي... سبورتيفمون تجي تشوف الامور الماديه كي تسمع جوار تحكي من المفروض انه تيوريكمون كل جمعيه بالظروف هذه المفروض تكون في اخر الترتيب صحيح انا حكيت مع لاعبيه ونعرف عديد عندي صداقات لاعبيه معناتها يقول لك نحن في ماتش القروان الكوره حبتنا نربحوا هكا هو معناتها نحن رانا في ساقينا وفي مخاخنا مع اوت معناتها المفروض هذا ماتش كروي ما نربحوش لكن الكوره حبت نربحوا ونفرحوا ممكن على اساس انك الربح هذاك تبني عليه، الربح هذاك تقرب الناس به، الربح هذاك تخلي الناس الكل تمد يديها، ما تخلي ما تعادش لازم نحيو الصوره عند اه كبارات السي بي والرجالات نتاعها وجماهيرها انه ما يتحركوا ما يتلموا الا ما السيابي بي مهدد بالنفوذ. اليوم في وضعيه رياضيه بالعكس تو تقف معاه وتعاونوا علاش؟ خلي تكبر طموحات وتكبر نعرف جمهور بنزرت اه حسب صديقاتي بالعديد منهم في بنزرت عندهم حاجتين عندهم سيابي عندهم البحر والبحر عندهم عنده بالحوت معناتها معناتها هذوما الحاجات الثلاثه اللي يشغلوا جمهور السابي معناتها في الصيف يقول لك شنو البحر الريح واضحه وعندهم وضعيه السابي وجمهورها والكره فيها شنو عبد السلام هل ما بوادر اليوم نتاع انفراج في, في الازمه هذه نتاع نادي البنزرتي باش تطمن جماهير النادي البنزرتي اللي تحب على عام استثنائي كما قال كنيسه هو راهو احنا ورانا كنا واضحين اليوم سي تحبوا تحب ولا تكره احنا وصلنا راهو قبل في العامين اللي فاتوا حتى أربع شهور وراهم بعض جواراتنا يعرفونا نعطيو زوج وثلاثة مع بعضهم ما فما حتى مشكلة لكن اليوم نعطيهم الحق أول حاجة خاطر باش يكونوا موتيفي وباش نمشيوا حتى عندنا سيكل صعيب ياسر الحاجة الثانية راو بالجروب هذا وبأحنا. احنا ديجا حتى كي تحكي ولا تيتر قبيلي انا شنو نطلب من جواراتي وشنو نحب نحبهم يلعبوا جو بالحق نعمل في جمعيه وجو نحبهم يكوروا وشيخ لعمرني عملت عليهم بريسيون لا نقول لهم تيتر ولا جمهورنا زاد انا كي جيت من الاول سي قلت لهم نحب تيتر يمشي تشوف جمعيه اخرى وتغشوا منها برشا عباد واليوم مباراه الاتحاد بنجلدير ونادي رياضه بنزرتي في بنزرت دخلنا في الميتون نتذكر عملنا فوليوم دو جو كبير ياسر وبرشا كوره وبرشا شيخه وكل شيء جمهور سي ابي شجع مالغري كنا نجموا نخسروه وقتها وبينالتي و... وبونتو تنحى بن قردان واللي حتى حد ما حكي عليها هذاك واللي غاششني وانه في ماتش قبل الناس كل حكيت عليها وكيفاش وكذا وقت اللي دخلت في الميتون ونلقى سي منتصر ما تغشش وكذا سي نورمال هو يحب يربح دونك قلت راهو جمهور سي بي بالحق معناها كيما سي اس اس كيما راهو جمهور يجي <applause> يحب يتفرج في كرة يعمل جو صدقني يروح خاسر يعمل جو انا من الناس عشت ماتش تاع نادي في بنزرت اول ماتش معناها في بنزرت مع نادي صفاقسي العام الاول سي بي خسر واحد شيء الجمهور يصفق ويغني حتى لاخر دقيقه خاطر عملنا فوليم دو جو كبير ضيعنا برشا فرص وقتها او قبل ما يمشي معنا يوسف آه واحد دونك اليوم اللي نطلبوه من جوهراتنا نطلبوه من جماهيرنا انا نمشيو ونتفرج ونعملوا جو ديما يوريونا فوليم دو جو بي ومن بعد البقيه يجي من بعد نجيو للفلوس اليوم بالله النقطة الأخرانية جيست خليني نكملها خمسة دقائق باش 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 الناس الكل واحد. اليوم الدولة لازمها تحترمنا الناس الكل، ولازمها تقدرنا الناس الكل، ويلزمها تكون عادلة مع الناس الكل. اليوم وزير الطاقة ما خليتنيش قبل نكمل واحد، اليوم يلزم تحط بيجي للرياض. خاطر كي هو ينجح وزارة الرياضة، وزارة الرياضة تنجح الأمن، والأمن آه يبدا مستتب وزارة السياحة، وتولي فما سياحة، كله مربوط ببعض، وإحنا مشكلتنا كل واحد يخمم في روحه. اليوم نجي نحطوا أن بيجي، أنا عندي ستير، ما جيتش قلت أنا اليوم أعطيو للسي بي كيما تعطيو الآخرين وكا توا حاطين 8 مليار دوات تحطوا 8 ولا 15 يقع بيش دولي كيف كيف ما يبعدوش على بعض أما نعملوا أم بي جي الجمعيات تاع الرابطة الأولى الكل نجيو وشو نقول مستقبل جيبس و وملعب جيبسي يا إيه خويا يعطيهم 2 مليارات 2 مليارات 2 مليارات 2 مليارات, الفرق اللي كيما انا عندها ستيل في الريجيون طيب. آه. الاخرين حمام لنف علاش ما تاخوش بن قردين علاش ما تاخوش استاد علاش ما تاخوش شباب القيروان علاش ما تاخوش انت كوز... كوز... كو... مثلا كوزاره نقولوا احنا رابحه ما فيها باس كي تعاون الرياض باش الرياضه, الرياضة <applause> تمشي للنقل وهي ماشيه باش الناس كل وباش الدوله تثق في راسي كوم دونك نتمنىهم كرئيس حكومه شاب ونتمنوا توسموا فيه الخير ان شاء الله انه سيدي ما استدعاناش احنا استدعى وزير الطاقه ثبت شنو هو لي كونترا دو سبونسوريك تاع جمعيات وعلاش احنا ليه ثبت علاش ما تحطوش وتتحط معناها سابقه على خاطر اليوم وانا باش نتجاهلوا اللي هو والوزير الطاقة دي اللي يكتمل وعشرات انا واحد من الناس وانت كنسة اللي تقولك سميني ثلاثة من وزارة الطاقة طب ما تسميهم ليش واي واحد مس خليني نكمل بالله يا سيد وزير الطاقة جديد اللي جيت تو كون حازب وخذ أنا دو ديسيزيون كما يقول السعيداني في التاريخ راه اعملنا لنا الحاجه او وموا تقعد لك ليك انت اللي انت كنت سبب في اصلاح الرياضه التونسيه الكل ككل 28 نوفمبر الناس الكل تحب تتفاعل ما عادش عندنا برشا وقت في الموضوع هذا ثم صادق كلمه ونيس. شويه نسائي صادق كلمه ونيس. معناها سي عبد السلام برشا برشا عباد معناها يلوموا عليه كلك مواقف اما زاده ما نساوش اللي كان جاو فيه 400 مليون وما باعوش عند اللي جاوا فيه 500 مليون وما باعوش وتراجد فيه اوفر وما بيعوش معناه مش همه الوحيد باش يبيع جولات وحب يكون جمعيه لكن جي اسر ما يمشي يتلز باش يبيعه ان شاء الله ان شاء الله ان بب... متفاهمين باش نكمل نتواصل مع الدكتوره خاطر هذيك كلمتي اليوم ينجم يبدل ساعة والمنهج راهو المنهج نتاعو ما عادش نحكيو على بروجي بروجي برو سبورتيف الديون اللي عنده ينجم يبيع وترا اليوم السعيداني عندك اون فورم والعونا اللي هذوما نجم ينجموا يدخلوا لك مينيموم مليار و800 يخلص الديون ويعيش اليوم اذا هو مضحي اليوم يحكي على بروجي سبورتيف الو يلزمهم يحطوا اليد في اليد معاه على خاطر مش اي الرئيس باش يخمم كيما هو يقول. حاجه طيب. بركه بي. بركه للاعبين وللجمهور باش يعرف راهو صدقني مش انا نحب نبيعها نحيني انا على شيء، صدقني اللاعبين الكل اليوم الكل الكل، اول انا بدي شوكي معناها منه انه اقسم بالله 99% فيهم حتى واحد ما يحب يخرج. 99% يقول لك انا في سيابي نحب نعمل حاجه ونحب نشيخ ونحب مع... معناها المشكله كانت عندنا في الميركاتو بالسير صدقني 99% ماهيش بالسير خاطر ما يخموش يحبوا يعملوا حاجه مع السير. المدرب يحبوا يكملوا حتى والله حتى المدرب يحب يكمل عامه صدقا معناها صدقا. ما... 28 نوفمبر ترجعوا تلعبوا في 15 اكتوبر؟ والله باش نكون صريح وانا نورمالمون باش نرجعوا اما الحاله ما تفرحش معناها نتاع 15 اكتوبر حقيقه باللي عملنا باللي دزينا باللي كذا. اليوم كل واحد لازم ياخذ معناها مسؤوليته اما تيران كو سوسوال في تيران التونس معناها مش كارثيه لكن ما نجحش ماهوش تيران اللي باش يخلينا مرتاحين على على خمسه وسته سنين القدام دونك اذا كان ما نجحش نتمنى انه في الصيف نبدلو سانكيام ولا سيزيام جينيراسيون باش نرتاحوا 10 سنين ما هو في التاريخ. باهي 25 نوفمبر جلسه العام الانتخابيه التاريخ هذا طلع طرح تساؤلات عبد السلام بما انه يتزامن مع مباراه نادي المزاد. هو ما يتزامنش هو احنا نلعبوا معنا 24 مع ليتوال واحنا قاعدين نخموا ونقول لك اونيتمون معناها نورمالمون ما نقولهاش مي باش نقولها. يمكن حتى احنا عندنا سيكل صعيب ليمت هذو ما عمرنا ما استقلنا وعمرنا ما قدمنا استقاله كما كنتوا تحكي لكن باش نحطوها في ديسمبر كيف انا مقلق واذا كان انا باش نكون سبب في مضره جمعيتي واذا كان العباد هذوما كل باش ينقذوا النادي الرياضي باش نبدلوا نعاودوا نحلوا باب الترشحات وباش نعاودوا نحلوا اخويا ادخلوا من, من الباب على الاقل ما تدخلوش من الشباك واخدموا جمعيه ورينا كان كان بالحق حتى حد ما هو باش يقف واذا كان حتى حد ما باش يعاون الجمعيه دونك مانيش عندي باش نزيد حتى كان جيت سبورتيف ماك فما ثلاث سنين انا جيت في بالي باش نانفيستي وباش بعد اربع خمسين شد سي بي انفستيت وفلوس اللي كنت نحطها في لي زانفستيسمون نتاعي ذي هاي الدوله حاطتهم للبيع وفلوسي حطيتها في سي بي دونك اليوم اذا كان ما فما حتى حد حت باش انا نكون جمعيتي ونكون روحي مع بعضنا واللي هو سيتي عندي فيه مش مشكل في ديسمبر يا اللي قاعدين تخدموا مس يزيد يخدموا توا على قاعدة راو اذا كان ما فماش فلوس وما فماش واحد هاي نعملوا لها رسميا في ديسمبر نعاودوا نحلوا باب الترشحات فما تريف ويا خويا <applause> <ونحن تصفيق> وتقعد للتاريخ انه السعيداني الحمد لله جاء في جمعيته في ظروف صعيبه وقف مع وعطيتها مجبر ولا ولا اختيار هنا عاد ليه خاطر زيد معناها باش يقعد انا بتولي ليميت تولي من بعد تطيح قدام تواجدك انت تحب تقول كان تواجدك انت اليوم في نادي البنزرت اذا كان عقبه قدام فريق انا مقلق عارف حتى مع روحي اساسا نقلق روحي ما عنديش مشكله عندك شويه دونك ربك سبحانه وتعالى يعطي يعطيك التمبيرامون لكل واحد كيفاش مانيش انا نتحكم في روحي مانيش انا كي تشوف جيت تقيس التمبيرامون بتاعي تلقاه هادي راه مي سي ما فاسون دو بارلي سي ما فاسون كل واحد كيفاش دونك اذا كان باش نكون مقلق خلي المرش مقلقين ينفعوا البلاد ويوريونا شنو باش يعملوا فيها وشنو باش يعملوا في السيابيل. واضح يعطيك الصحة عبد السلام شكرا ليك شكرا على الصراحة هذه قبل هكا مع نادي بنزرتي. ما لا 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 مرحبا ما قلقتنيش أنا مرحبا. آه صدورنا ديما رحبة على فما حتى فما حتى حتى مشكل نمشي تو مع المنتخب الوطني التونسي ورحلة المنتخب الوطني التونسي إلى مصر المنتخب أكبر ومنتخب الأولمبي بعفيرس بن سعد